البوكلين الآن يقوم بإطلاع عامل الكومبريشن إلى جانب أخي الذي يعمل فوق. كون المكان الذي بيعملون فيه منطقة جبلية، فعامل الكمبريش قد أطلع معه الصدار والمسدس تبع الكمبريش، وقد قام بإيصاله البوكلين إلى عرض الجبل. تناولون الصبار من أجل صفوا هناك، والمكان لن يصل إليه البوكلين الذي سيعملون فيه من هذه الجهة. يصفوا الصبار ويشتغلوا بالكومبريشن، والبوكلين يرافقهم أيضا إلى جانبهم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الآن سيتم تفجير دفعة من الحفائر الذي تم حفرها في عصر اليوم. ما شاء الله، هناك في مقابل منطقة باحة الربح. أيضا عد باقي دفعة أخرى سيتم تفجيرها، وهي في جانب البوكلين في هذه الجهة، العمال الكمبريش الآخر. فانتظروا. الآن سيتم تفجير. ما شاء الله. هذه هي الدفعة الثانية. وستشاهدون إن شاء الله لمفعول الدفعتين الذي تم تفجيرها الآن في الساعة 6 مساء. عمل ما شاء الله، عمل بوكلين ويبلين كومبريشنات، وهنا برضو عمال يقومون بحمل اكتباب ديزل باتجاه المعدات العاملة في طرف المساء. جزاكم الله خير وبارك الله في جهودهم، صراحة مجهود جبار. يقومون بنقل الديزل من منطقة باحة الربح إلى محاجر سعيد. عند التركرات والبوكلينات العاملة هنا. أيضا وأن سيارة المشروع لينقل الديزل من عندها. ويمشون من فوق ذلك المخلفات محملون الديزل على ظهورهم، هذا كله من أجل المعدات تعمل. ما شاء الله بارك الله في جهودهم. قوة يا رجال، قوة. أول شيء يجمعوها إلى هنا أمام البوكلين، ومن ثم كذا يعملوها مرحلة ثانية إلى بعد البوكلين حتى يوصل عند المعدة. أو الله بدنك يا بيسو. ما شاء الله ما شاء الله، رجال والله أبطال. وهذا مجهود جبار، فلهم منا التحية والشكر من أعماق القلوب لكل عامل يعمل في هذا المشروع. تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا البشمهندس عبد الحكيم البحري، أهلا وسهلا.
حياك الله، كيف الامور؟ ان شاء الله طيب. اليوم ما هي اخر المستجدات للعمل في مكان الدركسة اللي يهبط في المكان نفسه هنا في عند التبة؟ طبعا احنا هبطنا هذا الهلج من هذا الهلج اللي خلف هذا الجبل مفتوح. نعم. يعني نصل الى عند الحته الجبليه بعد جبليه الخط. عرض الخط انا حيكون 14 متر. عرض الخط ما شاء الله. في هذا المكان مضيع طلعات. نعم. طلع هذا المكان، الحين احنا الان نحط هذه المواد كامله. نعم. ونفتح بنش جديد. البنش عاد باقي بنش تحت هذا البنش. هذا ايوه. حيكون على مستوى القاعده الجبليه اللي تحت، اللي في الهيكل اللي خلفها. اللي قدام الدركسة بالضبط. نعم. هذا من هذا. الان المحطه الثانيه قدمت، يعني مثلا نصفي المواد اللي جنب البوكلين على اساس نعلق الجبل، يكون سهل العمل للبوكلين عندما يكون معلق. نعم نعم اكيد اكيد ينتج اكثر. اكيد. لكن عندما يكون باصم امامه ما ينتج. اكيد. نصفي ونفتح بنش. نعم. على اساس نسقي هذه المعده بالمعده الثانيه البنش الجديد. نعم. في هذا المكان كل شيء ان شاء الله. البنش هذا اللي بعد هذا وصلنا الى القاعده الجبليه وعرض تهديد الطريق ان شاء الله، ويكون معنا عرض طريق عريضه جدا ان شاء الله. ان شاء الله من 12 الى 14 متر. ما شاء الله. طبعا كما تشاهدوا هذا الدركسل الان يقول لكم على البشمهندس عبد الحكيم البحري انه بعد ما يتم قطع هذا بالكامل ويمشي باتجاه منطقه مهاجر سعيد سيكون هناك في وسط ما شاء الله حتى نوصل قاعدة الجبل الذي قدام الدركسة، وبعدما يتم فرق بنش آخر تحت هذا. احنا كان المقترح للروض، لا احنا قلنا لا للروض. نعم. هذا هو الآن، حنسلبها بشكل مائل حتى انعراض، يعني ما تنزل طلعة ثاني ما شاء الله. نعم. ولا يكون في اي ميول ابدا. المسافه الطوليه عم تضيع الجريد الارتفاع. ان شاء الله باذن الله لا يطلعها ولا روض خط مستقيم وافضل من ابدا ما يكون ان شاء الله، يكون من ضاحة الربح حتى اخر نقطه الذي وصل اليها الشق في منطقه ظهور السقال. اللي في ظهور السقال. ان شاء الله. بعد ان يوصل الدركتل الى الطريق المتجهه نحو الشوكة. كذا الآن قد مشت من هناك. هناك البوكلين وهذه التبة المتجهة نحو محاجر سعيد، هذا كله يشتي تهبيط. هذا وتحياتي لكم.